يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سبورت كلينك. دكتور أحمد الخباز حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك إن شاء الله. دكتور حضرتك استشاري في عدة أمور راح نتكلم عنها اليوم في حلقات متعددة إن شاء الله، مشاكل الحساسية، الجهاز المناعي، بعض الأمور اللي تصير حق اللاعبين أو حتى غير اللاعبين بالمشكلات اللي تصيب مثلا الشعب الهوائية أو حتى الرئتين. دكتور في البداية شنو عندنا هني بالكويت، شنو أغلب المشكلات اللي تسبب مثلا الحساسية، الحالات اللي تجيلك أكثر شيء إن كان من الرياضيين أو غير الرياضيين؟ إن شاء الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد بوجودي معاكم اليوم. الله يسلمك. نتكلم عن موضوع الحساسية بشكل عام، هو موضوع أنت عارف يعني موضوع يمكن شائع ومنتشر. صحيح. مو بس بالكويت، بالعالم كله، وإن كان في ظروف خاصة بالكويت تخليه أكثر شدة وأكثر انتشار. الحساسية عبارة عن أعراض الناس يشتكون منها، يعني مي واحد يقول أنا عندي حساسية، قد يقصد فيها إن عنده حساسية بالأنف أو حساسية بالعين أو حساسية بالشعب الهوائي مثل ما تفضلت، أو يقول حساسية بالجلد. صحيح. أو حتى حساسية مع الأكل. نعم. أو مع الدواء. فإحنا وظيفتنا الأساسية نحاول نفرق معنى الحساسية بالنسبة حق السؤال اللي يسأله المريض أو المراجع. نعم. الحساسية إجمالاً منتشرة بشكل كبير، تقريباً 30% من الشعب الكويتي أو أقول حتى بالعالم نسبة متفاوتة، يعني من نوع من أنواع الحساسية، يمكن مرات مؤقتة، يمكن مرات تكون أكثر دوام أو مستمرة مدى الحياة، ويختلف تفاوتها طبعاً أثرها على الإنسان، ما بين إنسان تأثيره بسيط جداً بالطفولة ويكبر ويصير طيب، وبين إنسان لا تستمر وياه من الطفولة لغاية الكبر، وأغلب الحساسيات تبدأ بالطفولة وقد تستمر للكبر. دكتور لا علاقة الناحية الجينية الوراثية في مثلاً إصابتي في المرض أو درجة قوة هذا المرض معي كحساسية؟ بالتأكيد بالتأكيد، لأنه هو القابلية الوراثية تلعب دور في حصول المرض. أجيب لك مثال، إذا شخص مثلاً أحد والدينه عنده مثلاً ربو، وتكلمنا عن الشعب الهوائية والربو، فاحتمال عند أحد الأطفال حق هذه الأسرة يكون 30% أن يصير طفل عنده حساسية، سواء ربو أنفي، ربو أو أنف، مشكلة أنفية أو حساسية أنفية. لو قلنا لا، الوالدين عندهم نوع من الحساسية، مثلا الوالدة عندها مثلا إكزيما والأبو مثلا عنده مثلا حساسية أنف، يصير قابلية الإصابة حق عيالهم بحدود 60%. تمام. إذا كان الاثنين عندهم نفس المرض، يعني مثلا أم عندها ربو والأب عنده ربو، صار الاحتمال في حصول الربو وحساسية الصدر بحدود 70-80%. طبعا فهذه عوامل تراكمية، يبقى بالمقابل 20% مثلا لا يصابون و 40% لا يصابون أو أكثر، وفي فئة من الناس 15% يكون في أسرهم ما في ولا شيء وراثة ولكن يتطور عندهم الحساسية وتبين وياها. نعم. دكتور أبي أكثر نوع من هالمشكلات هذه ذكرناها يعني تمر عندك مثلا في العيادة، تصيب مثلا الناس اللي يمارسون الرياضة، شنو أكثر نوع من هالأنواع هذه؟ نعم. طبعا الرياضة أنت عارف يعني هي رياضة غالبا نتكلم عن الكبار. نعم. وإحنا نشوف الحساسية من الصغر للكبر، وأغلب الحساسية اللي بالصغر فضل رب العالمين تخف لي كبرت. أتكلم بنفس الشيء بالنسبة حق الربو أو الأنفية أو الغذائية كذلك، هذه كلها بالطفولة تبين بشكل كبير، والإكزيما كذلك والجلدية، وكل ما يكبر الإنسان نسبيا تقل. أجيب لك مثال، مثلا إنسان ممكن يكون عنده ربو وهو صغير، عمره سنة سنتين، يحوش تعب صدر وكمام وكمام وقائي ونوبات البرد التعبة وكذا، ممكن حتى دخول مستشفى حتى. لأوصل 3 سنوات زين أو 4 سنوات، في نسبة كبيرة من هذه الأطفال يشفون تماماً. إيه ما شاء الله. يعني تقريباً نقول 60% أو أكثر أحياناً. بالنتيجة شنو صار؟ صار أنا كان عندي ربو طفولة، وصار من 3-4 سنوات شفيت. دكتور نسبة الشفاء هذه تصير من خلال متابعة ومعالجة ولا لأن صار في تقدم في العمر وفروقات فردية؟ سؤال جداً مهم، لأنه بالفعل هذا خلقة رب العالمين. بالبداية اللي يصير إن الإنسان يحوشه فيروسات وعدوى متكررة، ويكون بعده جهاز التنفسي أو جسمه مو ناضج بشكل كافي. نعم. ومناعته بعدها مو قوية. نعم. لكن مع تقدم العمر في الأغلب الأعم يصير إنهم مناعتهم تقوى، جهازهم يصير أقوى، جهازهم التنفسي أقوى، وتأثير الفيروسات عليهم والعدوى يصير أقل. نعم. تمام. الحين ممكن إن الإنسان يستمر وياه، وهذا له شروط، إذا الوقت يسعنا ممكن أشرح الشروط هذه. نخلي الشروط دكتور من بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل وبعدين نرجع مرة ثانية وياكم ونكمل الحديث الشيق مع دكتور أحمد الخباز. أعزائي
أعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل دكتور كنت قاعد تكلمني من قبل الفاصل عن الشروط اللي ممكن إن هي توخر عنك هذه الحساسية، وإذا ما تابعناها عدل هذه الشروط ممكن تتطور معي هذه المشكلات وتوصل إلى الربو. نعم الشروط طبعا هي لا إرادية نوعا ما، يعني ما مو بيد الإنسان الوالدين يغيرونها، بس أجيب لك بعض الأمثلة حق الشروط هذه. غالبا احنا نقول ان الربو استقر واستمر في الانسان، بمعنى انه هو هذا الانسان او هذا الطفل احتمال كبير يستمر عند الربو بالكبر، يعني مصاب ربو اللي هو مدى الحياه تكون غالبا. تمام. هذا الانسان هو الانسان اللي يعاني من مشاكل تنفسيه متعلقه بالرياضه او غير الرياضه، ويحتاج كمامات وعلاجات وقائيه للربو وللصدر غالبا بعد سن المراهقه. تمام. بعد سن المراهقه تقريبا ثبت الربو، ماكو مجال انه يروح منك. ليه؟ قبل سن المراهقه في فرصه، الفرصة هذه لو وصلت 6 سنوات تقل بنسبة 80%. الحين العوامل اللي تخلي هذا الموضوع يستمر هي كالتالي: واحد من العوامل إذا عندك أحد والدينك عنده ربو شديد مثلا، هذا يخلي احتمال الزيادة صار أعلى. إذا عندك تشخيص بالحساسية بناء على فحوصات الحساسية، يعني مثلا سويت لك فحص الحساسية بين لك حساسية حق شيء بالجو مثلا، وهذا الشيء بالجو في بيئتك صحيح فموجود على طول، مما يعني ان انت غالبا تتعرض له بشكل مستمر صحيح، وبالتالي يستمر وياك الربو للكبر كذلك صحيح. كذلك لو عندك حساسيات متعدده غير الصدريه، يعني مثلا عندك صدر وعندك وياها اكزيما حساسيه جلديه، او عندك مشكله صدريه وعندك بعد حساسيه انفيه وجيوب انفيه، فبيصير تعدد الحساسيات يزيد. كذلك اذا بعض الفحوصات بالدم يبين منسوب الحساسيه العام يسمونه الاي جي اي يكون عالي جدا، فوجود هذا المنسوب يدل على قابليتك بالحساسيه، وبالتالي لما قابليتك وايد عاليه تعتبر ايضا فرصتك في زوال الحساسيه اقل. والعنصر الاخير اللي قلناه اللي هو نفس الاول، اللي هو ان انت العمر 3 أو 6 سنوات ما شفيت. يعني اذا استمر وياك الربو فوق 3 سنوات وفوق 6 سنوات، كل ما يستمر اكثر كل ما يدل على قابليه الاستمرار، الفرصه تكون اكثر، الفرصه اكبر انه يستمر وياك بعد البلوغ كذلك. دكتور بالنسبه حق السبب الثاني اللي ذكرته اللي هو الجو، يعني مثلا اذا انا كان عمر ولدي مثلا 10 سنوات وكان عنده بعض هذه المشكلات في الحساسيه ومثلا سافر برا للدراسة، طلع مع والدينه كذا، مر بهالأمور هذه، وهناك ممكن الجو الدولة اللي هو راح لها ممكن ما يكون في هذه السلبية اللي تأثر فيها بجونه هنا، هل فرصة كقابلية أكثر إنه يصير للتحسن وما يوصل إلى مرحلة الربو؟ نعم، بس تقدر تهجر الكويتيين كلهم كذي؟ لا مو كلهم، البعض منهم. البعض منهم. وهني صعب تعرف صح، لأن أنت شلون بتعرف؟ لازم تسوي فحص الحساسية أول. نعم. هذا عنصر من العناصر مثل ما تفضلت، نعم هو عامل من العوامل، مو كل العوامل. نعم. فهل معناته رحت برا معرض حق جو مختلف وما عندك حساسيه حق شيء وبالجو ما راح يوشك الربو؟ احتمال كبير تكون وايد احسن. بس مو شرط ان تكون تشفى بشكل كامل طبيعي، الا اذا كان ما عندك عناصر ثانيه غير العنصر هذا. نعم دكتور، طبعا موضوع وايد مهم اللي هو موضوع الحساسيه والربو وايضا المشكلات هذه اللي تصير، لكن انا قبل ما تنتهي الحلقه ابي احاول اني اسال بالنسبه حق الاطفال اللي يكون عندهم حساسيه، هل هذه الحساسيه نوعا ما تكون خطيره؟ ممكن لها درجات تكون خطيره ان احنا نمنعهم من ان يمارسون رياضه معينه؟ نعم. هل في معلومات معينه يجب ان احنا نوصلها حق المدرسين حتى لو بس بشكل سريع؟ نعم، الطفل اللي عنده حساسيه لازم يكون في رعايه خاصه له، بمعنى انه هو يعرف ان عنده الحساسيه الصدريه، قاعد اتكلم عن الربو الحين انا، بمعنى انه هو يكون اندر كنترول يعني تحت التحكم. من هدفي وهدفك وهدف الوالدين انه يكون الطفل اللي عنده ربو عنده نشاط طبيعي صحيح. وهذا شيء نركز عليه بما انا قاعد اتكلم عن موضوع الرياضه. هدف العلاج هو الوصول الى الرياضه الطبيعيه والنوم الطبيعي كذلك وحضور المدرسة الطبيعي، لأن الإنسان لما يمرض بشكل متكرر شو يصير وياه؟ ما يحضر مدرسة صحيح، ما يلعب رياضة تمام، وما ينام زين. وهذا التأثير مو زين حقه ولا حق صحة الطفل ولا حق تطوره، لذلك مهم بالنسبة لنا بأن الطفل يكون على علاج يسمح له بالنشاط الطبيعي والحركة الطبيعية مثل باقي أقرانه، وليس مانع بالنسبة للربو بشرط يكون على علاج المناسب. دكتور أشكرك على كل هالمعلومات هذه المهمة اللي صراحة أنا شخصياً استفدت منها، الله يعطيك الصحة والعافية. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله، مع السلامة.